انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة فعاليات المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية. ويستعرض المؤتمر عددا من التقارير حول عمل الجمعية وموازنتها المالية بالإضافة إلى أنشطتها المستقبلية. بحضور السيد خالد سعد بوصليب الأمين العام لمجلس الأمة، انطلقت فعاليات المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الذي تستضيفه دولة قطر يومي 12 و13 من سبتمبر الجاري. يجمع المؤتمر أكثر من 80 مشاركا من أمناء عامين وممثلي البرلمانات والمجالس التشريعية العربية، إلى جانب عدد من ممثلي المنظمات والاتحادات البرلمانية العربية. يسرني أن أرحب بكم جميعا في المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، وأن أعرب لكم عن خالص شكري وتقديري لحضوركم الكريم ولتلبيتكم الدعوة للمشاركة. تشرف بتمثيل الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي في اللقاء السنوي العاشر لجمعية الأمناء العامين العرب، وهذا الاجتماع رقم 43 في دولة قطر الشقيقة. طبعا شاكر لرعايتهم هذا الاجتماع وشاكرهم على كرم الضيافة. طبعا هذا الاجتماع يأتي استكمالا لدور الأمين العام في تنمية وتعزيز الديمقراطية في وطننا العربي. مجلس الأمة تقدم بورقة عمل اليوم استعرضناها في الاجتماع، وهي تعزيز الديمقراطية الرقمية في البرلمانات العربية، ولاقت قبول والله الحمد، والحمد لله وشاكر لهذه الدعوة الكريمة. ويستعرض المؤتمر عددا من التقارير حول عمل الجمعية وموازنتها المالية، فضلا عن مناقشة أنشطتها المستقبلية. كما سيتضمن جدول الأعمال اجتماع الجمعية العمومية 43 وورشة عمل بعنوان الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية في تعزيزها. تشرفت اليوم بتقديم ورقة عمل أمام السادة الأمناء العامين للبرلمانات العربية، حيث تحتوي على موضوع التحول الرقمي والديمقراطية الرقمية وكيفية تعزيزها في المجالس النيابية. لله الحمد، كانت تجربة الكويت جدا مميزة. قدمنا أكثر من محورين. المحور الأول يتعلق بالديمقراطية الرقمية، وعرضنا تجاربنا، أكثر من 6 تجارب، منها إدارة نظام قاعة عبد الله السالم وإدارة المضبطة وكيفية تحويلها من نصي إلى كتاب، عفوا من صوتي إلى كتابي، بالإضافة إلى موضوع النشر والتوثيق. ومن خلال تبادل الخبرات بالممارسات البرلمانية التي تختلف من دولة لأخرى، تهدف مؤتمرات الجمعية للنهوض بالعمل البرلماني العربي المشترك، الأمر الذي يخدم الشعوب العربية ويحقق تطلعاتها. تعمل جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية ومقرها دولة الكويت على الجمع بين الأمناء العامين للارتقاء بالعمل البرلماني العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا المختلفة. حسين الكثيري، تلفزيون دولة الكويت، الدوحة.